بيت الله فرح وين لقيت راحة وبيت لارتاح وليل نهاري في نواح ودموعي سيالي مظلوم يا ناس مظلوم شوفوا اللي بيدي رالي ومعونا عز الناس انا عشان فقير حالي مظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا ميال زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا موال زماني ظالمني يا خال وقدر الدنيا ميال وبسهر غني مظلوم انا ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم انا ولا حسينش بإحساس والله زقاني مرار الكاس ولا حسينش بإحساس والله وزقاني مرار الكاس وشمت انا كل الناس مال الناس مظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس وهي عيني على المبتلين داير اللي هواهم ما مخلين وهي عيني على المبتلين داير اللي دواهم ما مخلين ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس ومظلوم يا ناس وهي عيني على المبتلين داير اللي دواهم ما مخلين وانا اللي عايش حزين في الوحده طوالي مظلوم يا ناس مظلوم شوفوا اللي بيجي رالي ومعونا عز الناس انا عشان فقير حالي شباب اليوم بيتألم من الدنيا والحاصل سكت ومش قادر يتكلم دموع العيون بيخفيها شباب اليوم بيتألم من الدنيا والحاصل فيها سكت ومش قادر يتكلم دموع العيون بيخفيها سنه بيعد العشرين والتلاتين بيوفيها نفسه ياخد ست الحلوين تهني ويهنيها نفسه يكمل نص الدين والحياة يسعد بيها بيحزم ويدق الباب والسياق يروح ليها يقابل أبوها والعم صفات العرس يوصف فيها يقولوله لما نشوف الأم طبعا الشورى بإيديها تاج الأم تقول وماله إن شاء الله يكسب ليها لكن يا أخونا فهمنا شهاداته الحاصل عليها ورصيده كم والملاكي عايزين نعرف مدليها رصيده كم والملاك عايزين نعرف مدليها يا هل ترى لو وفقنا شروقنا حيقدر يكفيها لبنت فيلا من بابها
بابها ولا زول خبط عليها ومهره شبكة وأوضة نوم ومن أحلى كسوة يكسيها أوضة صالون وأوضة سفرة أمك تحمي رجليها أوضة صالون وأوضة سفرة أمك تحمي رجليها ومفتاح عربية في شنطتها خصوصي لأخواتها وليها لو كان يقدر على كده ياجي ويطلب يديها أما لو كان فقير الحال يشوف له حبايبها